إذن بانتظار انطلاقة ركلات الترجيح والبداية مع المنتخب الإيراني. بداية مع اللاعب المنتخب الإيراني وإن شاء الله يمنية. إن شاء الله اليمن السعيد يتخطى هالمباراة الصعبة. وأول سعادة لعرب آسيا بتأهل أول منتخب عربي آسيوي لنهائيات كأس العالم هناك في أندونيسيا. إذن الحارس وضاح أنور وأرشا الشكوري في مهمة الخمس ركلات الترجيحية إن شاء الله تأهل وإن شاء الله وصول إلى نصف النهائي. عرفون هدف أول لإيران، هدف أول للمنتخب الإيراني بتسديدة من عرفان دارفيتش، وأول ركلة ترجيحية للمنتخب اليمني. أول ركلة ترجيحية وأرشا الشاكوري وأنور، يلا يا طريقي يلا يا أنور، كرة محاولة، هدف أول يمني، برافو 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 أنور الطريقي، وضع كرة في جهة والحارس في جهة، كرة في زاوية يمنى وحارس في زاوية يسرى، هدف تعادل وركلة ترجيحية تعادل أولى للمنتخب اليمني. يلا يا شباب، أنور الطريقي يسجل ركلة ترجيحية التعادل، وهنا لاعب المنتخب الإيراني إسماعيل ربما، ولا هذا حسام نافاري المدافع، كلهم قلوب دفاع. عرفان سدد وسجل، والآن نافاري، وإن شاء الله التصدي لوضاح. ركلة ترجيحية إيرانية ثانية ومحاولة عند حسام نافاري، هدف ثاني إيراني، هدف ثاني إيراني بتسديدة قوية من المدافع حسام نافاري، أيضا وضع الكرة في زاوية والحارس في زاوية، ثاني أهداف المنتخب الإيراني عن طريق المدافع حسام نافاري. خلينا ننتظر من هو منفذ الركلة الترجيحية الثانية للمنتخب اليمني. هنا اللاعب حسام نافاري وأيضا هيثم السلامي، يلا يا هيثم، الباك الأيمن للمنتخب الأيمن أو المنتخب اليمني بعد أن فعلها أنور الطريقي، إن شاء الله هيثم السلامي سليمة، هيثم وركلة الترجيح الثانية، لا 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 يا هيثم، لا يا السلامي، ولكن شوف ركلة الترجيح الثانية ضايعة، وسجلت أيضا شكر، أنت تريد وأنا أريد ولكن الله يفعل ما يريد. يلا معوضة إن شاء الله يا هيثم يا سلامي، وبقية لاعبي المنتخب اليمني قادرين وحارس المرمى وضح أنور. إذا ركلة ترجيح ثانية من هيثم السلامي وركلة الترجيح الضائعة، والآن الثالثة عند إسماعيل علي زادة صاحب الهدفين وصانع الألعاب الإيراني إسماعيل، وهدف ثالث للمنتخب الإيراني، هدف ثالث للمنتخب الإيراني من المميز ومن كريستيانو علي زادة، هدف ثالث من ركلة ترجيحية ثالثة للمنتخب الإيراني. كنا نتكلم عن أشواط إضافية ولكن يبدو أن هذه النسخة لعبت من دون أشواط إضافية بركلات ترجيحية في ربع نهائي هذه المسابقة. إذن ركلة ترجيحية ثالثة للمنتخب اليمني والبديل، محاولة، يا سلام، عصام عبد اللطيف ردمان، عصام عبد اللطيف ردمان يسجل هدف ثاني الآن للمنتخب اليمني، قوية في سقف المرمى يمنية، هدف ثاني، هدف ثاني، ويلا يا وضاح، يلا يا أنور،
هات واحدة من هالثنتين رابعة وخامسة منتظرة للمنتخب الإيراني. وهالمرة عند البديل 15 محمد أصغري وركلة الترجيح الرابعة للمنتخب الإيراني. ركلة ترجيحية رابعة إذا ما سجلها راح يزيد الأمور صعوبة. أصغري ولا وضاح تسديده. الله 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 وضاح أنور وضاح الأميز في الشوط الأول والشوط الثاني يتصدى للركلة الترجيحية الرابعة وبقدم الإيراني محمد أصغري. يا سلام يا وضاح، يا سلام يا أنور، وإن شاء الله تتعادل الكفة بعد أن يسجل المنتخب اليمني ركلة ترجيحية رابعة. والله أنت عليك نور يا أنور، برافو يا وضاح. واضح من بداية المباراة أنه خلينا نتكلم عن مثل يقال الحارس نصف الفريق. والله أنت 3-4 اليوم في الشوط الأول والثاني، شان أكثر من كرة خطرة، والكرة الآن وركلة الترجيح الرابع عبد الرحمن الخضر. يلا يا عبد الرحمن، يلا يا خضر، كرة وتسديده. لا لا لا، الخضر يطيح بهذه الركلة الترجيحية الرابعة ويزيد المهمة صعوبة، يزيد المهمة صعوبة على المنتخب اليمني إذا ما سجل المنتخب الإيراني. خلاص الركلة الترجيحية الخامسة، ولكن وضاح أنور قادر إن شاء الله يا وضاح. غريبة من عبد الرحمن الخضر، مواليد 2008، أصغر لاعب المنتخب اليمني سنا مع حارس المرمى وضاح أنور. يلا يا وضاح، نعمة أندرز والركلة الترجيحية الخامسة. نعمة أندرز صاحب هدف التقدم في مرمى كوريا الجنوبية. نعمة وكرة إيرانية تسديد. هدف خامس. خلاص خلاص خلاص، ألف مبروك للمنتخب الإيراني هذا التأهل والوصول إلى نصف نهائي كأس آسيا للناشئين تحت 17 سنة والنسخة 20 والمباراة رقم 26. أيضا نبارك للمنتخب الإيراني وصوله لنهائيات كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة في الأراضي الأندونيسية. حظ أوفر للمنتخب اليمني السعيد، حظ أوفر لكل من شارك وحضر وتواجد لمعازرة المنتخب اليمني اللي لم يسعف الحظ ولم يوفق في ركلات الترجيح أمام المنتخب الإيراني. إذن ألف مبروك إيران، حظ أوفر للمنتخب اليمني، والأمل ما زال باقي بأقدام لاعبي المنتخب السعودي. بالتوفيق إن شاء الله لأخضرنا، حظ أوفر للمنتخب اليمني. هذه تحياتي فهد عبد الله دريبي، أتمنى أكون قد وفقت، وإلى لقاء قريب يجمعنا بإذن الله. تحياتي. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد.